السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقدم لكم في هذا الفيديو أساسيات التجارة الناجحة. الجزء الأول. وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين. أخوكم الدكتور عبد الله بن دعلان أبو رعد. أساسيات التجارة الناجحة الجزء الأول. التجارة الناجحة لها عدة عوامل وهي على قسمين. أولا، التجارة لمن سبق له التجارة، بمعنى أن مهنة التجارة قرار أساسي وسلوك داخلي قوي بالنسبة للشخص، وأن الاعتماد على الوظيفة خارج الحسبان أو نادر الاهتمام. يجب عليه عند الدخول في مشروع جديد ما يلي: 1. تكليف مختصين للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية المتكاملة والتأكد من توفر القدر الكافي من التمويل. 2. عند وجود مؤشرات قوية على النجاح من خلال الدراسة المعدة من قبل مختصين أو شركات دراسات، ينتقل إلى البحث عن الكوادر. 3. اختيار الإدارة بحسب التخصصات واختبار الكفاءة والقدرة في التخصصات الهامة: التسويق، الإدارة المالية، الموارد البشرية. أول تكليف للكادر الوظيفي: إعداد الخطط التشغيلية والقانونية للعمل والبدء بتنفيذ الأولويات. هذه الخطط لابد أن تكون شاملة وكاملة ومعدة على الأقل 3 سنوات الأولى من العملية. التجارة بالنسبة للشخص الجديد على التجارة، يجب عليه أولا اتخاذ قرار جزئي للإعداد النفسي والمعنوي للتوجه للتجارة حتى وإن كان في إطار الوظيفة. 2. التأكد من أن رأس المال يكفي بنسبة 200% على الأقل وليس 100% لمواجهة مخاطر كثيرة قد تحدث في هذا المشروع. 3. الاقتناع بأن التجارة سلوك ومهارة تحتاج إلى خبرات واستشارة ذوي الخبرة في نفس المجال. 4. البدء بالنقاط التي تم ذكرها سابقا للتاجر المتمرس عند بدء نشاط جديد. مهم جدا تقييم العملية التجارية كل 3 أشهر في البداية، ويضطر تغيير في أهل المنافسة أو في القوانين أو غيرها مما يؤثر سلبا أو إيجابا وقياسا مدى تأثيره على المدى البعيد. ويجب اتخاذ قرار حاسم في حال تأكد له بنسبة لا تقل عن 70% بأن الاتجاه خسارة. ما هي أسس أو أركان التجارة الناجحة؟ كل هذه الأشياء من أساسيات التجارة الناجحة: رأس المال والتخطيط الجيد والأيدي العاملة. هذه 3 الأشياء. توافر رأس المال مؤدي إلى امتلاك أحدث الآلات التي تساعد على أفضل النتائج وأحسن التعامل مع الزبائن واطلاعهم على ما هو جديد. ولا بد أن يتميز الكاريزما العالية للإقناع بالأفضل. اختار المشروع الناجح عن طريق الدراسة الجيدة واختيار المكان الجيد واختيار فريق عمل ممتاز وتحديد المبلغ الذي يسمح بعمل ذلك حسب القدرة المالية لصاحب المشروع. دراسة السوق حسب البلد المنفذ فيه المشروع وأفضل أنواع التجارة المربحة: العقارات والأوراق المالية والذهب. كل ما ذكر يعتبر من أساسيات التجارة الناجحة، لأنه لا بد من التخطيط الجيد وعمل دراسة جدوى المشروع. بعد ذلك توافر رأس المال بالقدر المناسب مع دراسة الجدوى حسن المعاملة تعطي الثقة لدى العمل. وجزاكم الله خيرا. ترقبوا الجزء الثاني إن شاء الله في أساسيات التجارة الناجحة. وفقكم الله وأسعدكم رب العالمين. واذكروني بدعوة أخوكم عبد الله الدكتور عبد الله الدعلان أبو رعد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.